سي بوكرين انت من الناس اللي منخرطين في هذه الوداديه اللي هما واقفين مع هاد الناس معتصمين، علاش معتصمين؟ شوف احنا ملي بغي ملي مش ملي بغينا نخرطوا في الوداديه احنا مشينا للبلديه وشفنا الرخصه، الرخصه ديال البني وشفنا الرئيس ديال الوداديه مشى خلص وشفنا الكيتونس ومشيت للبلديه وسولت قالوا لي هادشي راه قانوني، مشيت للوكاله الحضريه قالت لي راه قانوني، جيت نخارط بدا الاشغال وإذا بنا كنتفاجئوا بأن العامل جاء العمالة جات قالت لك سيدي هذا الشيء غير قانوني ما هذا وكل شيء الرخص موجودة ما عرفنا شنو ما عرفنا كيفاش هذا الشيء هذا. فين التجأتوا ملي قالوا لكم فين التجأتوا واش طرحتوا الملف على القضاء؟ لا دابا القضاء دابا القضاء الودادية راه الملف مطروح على القضاء، القضاء حكم، المهم راه الحكم كاين في المحكمة ولكن ما عرفناش شنو اللي اعتمدت البلديه باش تجرب العماله باش 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 يديروا باش يقول لك بان هذه الوداديه راه بانيه فوق ملك عموم ملك ديال الدوله. اذا انتم تشوفوا بانكم انتم متضررين من من واش من العماله واش من البلديه؟ والله ما عرفت كيفاش دابا رئيس البلديه كيعطيك الرخصه وانت كتمشي انت انا موظف وشحال وانا كنجمع في هذه الفلوس وكاين معنا الجاليه ديال برا، والله ما فهمت كيفاش رئيس البلد يعطاك رخصة وفي الاخر ما كيقول لك سيدي هذه الرخصة ملغات، ما عرفتش انا هادشي مناش. وحنا دفعنا الفلوس وداكشي وانا راه سكنت راي راه تبنات الدار راي يعني راه تبنات انا سكنت راي انا راه ساكن دابا وما فهمتش انا كيفاش تلغات هذه الرخصة هذه، داكشي كله قانوني طالعوا الوثائق راه كاين الداخل. اشنا هي الرسالة اللي تبغي توجهها عبر المنبر ديالك؟ انا كنوجه لهاد المنبر هذا كنوجه ل انا كنطلب التدخل ديال سيدنا هو اللي يوصل لنا في هاد الشيء هذا هو اللي يبقى لينا صافي. سيدنا هو اللي غيدخل في هاد الشيء. ولا كانت شي تحريات هنا كاينين بعض الرؤوس هنا غادي يطيحوا هنا لان هادشي راه لا يعقل ان هادشي هذا ملاير غادي يبدا يقول لك راه ماشي قانوني هادشي. اذا شكرا سي بارك الله فيك. نعم استاذ ادخلوا للداخل حيت عندنا